السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد ضاحي، منسق الجلسة. مرحبا بكم جميعا في جلسة اليوم حول برنامج حكومة أبو ظبي للضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم إطلاقه حديثا بالشراكة مع حكومة أبو ظبي ممثلة بدائرة المالية. سنقوم بتوضيح الغرض من هذا البرنامج وفوائده خلال 20 دقيقة. يرجى التفاعل معنا بعرض استفساراتكم باستخدام قسم الأسئلة والأجوبة أدناه، وسنقوم بالإجابة على استفساراتكم بعد العرض التفصيلي. أود أن أقدم لكم الآن المتحدث الرئيسي لهذه الجلسة، الأستاذ محمد السالم، الذي سيقوم بعرض تفاصيل البرنامج. السالم هو المسؤول عن فريق العلاقات الائتمانية في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال بالمصرف، ويمتلك خبرة ومعرفة واسعة في إدارة العلاقات ومخاطر الائتمان للشركات. أنا شخصيا تعلمت منه الكثير في مجال الهيكلة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. السيد محمد السالم، تفضل بالعرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بحب أشكركم جميعا لمشاركتكم لنا بهذا الويبينار، أول ويبينار بنقوم فيه، واللي حابين من خلاله نطلعكم على آخر الخدمات والمنتجات المقدمة من مصرف أبو ظبي الإسلامي. وبحب كمان أنه نتمنى لكم جميعا الصحة والسلامة بخلال الفترة الحالية، وأنه الكل إن شاء الله نطلع من جميعا من هذه الفترة وإحنا بأتم الصحة والعافية. زي ما بتعرفوا جميعا إحنا اتعودنا باستمرار على التواصل بشكل مباشر ومستمر معكم بخلال جميع فترات العلاقة المصرفية اللي بينها اللي بتكون موجودة ما بين المصرف والعميل، من خلال زياراتكم إلنا في مكاتبنا، من خلال زياراتنا لإلكم في مكاتبكم، في أماكن عملكم المختلفة، سواء بالمصانع، بالمستودعات، بالمشاغل، بمواقع العمل المختلفة. فظروف جائحة الكورونا فرضت على الجميع، والغرض منها كان الحفاظ على صحة الجميع بأن نتباعد اجتماعيا. الأمر اللي فرض علينا أن نتواصل معكم من خلال الـSMS أو من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الاتصال الهاتفي أو بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هذا الأمر هو اللي شجعنا بصراحة كثير أنه نطلع عليكم من خلال الويبينار، لأنه بيخفف من فكرة التباعد الاجتماعي وبيحافظ على بيحقق الهدف الرئيسي من فكرة التباعد. فنحن عم نتواصل إلى حد ما بشكل مباشر معكم من خلال هذا الويبينار، وبنحب أن نسمع منكم واستفساراتكم وملاحظاتكم بشكل مباشر برضه. بهذا الويبينار اليوم الموضوع اللي حبينا نختاره ونتكلم عنه موضوع مهم جدا وجديد برضو في مصرف أبو ظبي الإسلامي وعلى مستوى الدولة وإمارة أبو ظبي. الموضوعنا هو برنامج حكومة أبو ظبي للضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام مصرف أبو ظبي الإسلامي أديب بالتوقيع على شراكة استراتيجية مع حكومة أبو ظبي ممثلة في دائرة المالية، بحيث يقوم من خلالها مصرف أبو ظبي الإسلامي بتقديم الدعم والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبحيث تقوم دائرة المالية حكومة أبو ظبي من خلال دائرة المالية بتقديم الضمان الائتماني لهذا التمويل ولمبالغ تصل حتى 80% من قيمة التمويل. اليوم هذا التمويل قد يكون يأخذ شكل إما يكون قصير الأجل وذلك لدعم وتمويل رأس المال العامل للشركات، أو أن يكون يأخذ حتى شكل التمويل طويل الأجل واللي قد يمتد لمدة 4 سنوات لدعم التوسعات الرأسمالية والاستثمارية للشركات. التمويلات هذه ما بتتطلب أي شروط إضافية، ما بتتطلب أي شروط استثنائية، وإنما الآلية وطريقة المراجعة والتقييم اللي بيتبعها أديب في جميع الحالات المتعلقة في زبائنه للشركات الصغيرة والمتوسطة هي نفسها الآلية المتبعة لأغراض هذا التمويل، وبالتالي ليس هناك أي شروط أو متطلبات إضافية.
ولذلك أنا شخصيا بشجع أي شركة مسجلة وعاملة في أبوظبي في إمارة أبوظبي إنهم يبادروا للاستفادة من هذا البرنامج، واللي هو أنا بشوفه بناحيتين مهم جدا. بالدرجة الأولى بالنسبة للشركات اللي خلال الفترة الحالية بتعاني من أزمة أو مخاطر عدم إمكانيتها للاستمرار في أعمالها، هذا البرنامج بيدعم هذه الشركات. والأمر الآخر بالنسبة للشركات اللي ما زالت تمارس نشاطها بشكل طبيعي، وممكن ترى على بعض الشركات تأثير بسيط أو ما ترى عليها تأثير حتى، هذه الشركات أيضا بإمكانها تستفيد، ليس فقط الشركات اللي عم بتواجه أزمة ولكن جميع الشركات، حتى الشركات اللي وضعها جيد بإمكانها أنها تستفيد من هذا البرنامج لتوسيع نشاطها وتطوير أعمالها. بنشجع الجميع أنه يشارك في يكون جزء من هذا البرنامج لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في إمارة أبوظبي. هلا في ممكن كثير من الناس يسألونا، العملاء يسألونا ما هي الوسائل، كيف نتواصل معكم أو كيف نسجل لهذا البرنامج. أحد أهم ثلاث الآليات الموجودة حاليا للتواصل معنا، إذا كنت أحد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي بتتعامل معنا اوريدي، في لك حساب وتعامل وعلاقه معنا، الريليشن شيب مانجر مدير العلاقات الائتمانيه اللي انت بتتعامل معه راح يكون مستعد لانه يوفر لك جميع المعلومات والتفاصيل والايضاحات المطلوبه حول هذا البرنامج ويسهل كل لكم. الطريقه الثانيه بامكانك انك تتواصل معنا من خلال انك الانترنت على الموقع الالكتروني لمصرف ابو ظبي الاسلامي www.adib.com. لما بتدخل على الويب سايت تبعنا في الجزء الخاص بالأعمال بإمكانك إنك لما توصل الجزء الخاص بالأعمال من هناك راح تجد إنه في جزء خاص بهذا البرنامج، بنطلب معلومات بسيطة جدا من عملائنا، ما بتاخذ من العميل أكثر من دقيقة أو دقيقتين، بإمكانك تدخل هاي المعلومات ومجرد إرسالها بتوصل للفريق المسؤول عن هذا البرنامج عندنا، واللي راح يجاوبوك بشكل فوري وخلال 24 ساعة بحد أقصى إن شاء الله راح يتواصلوا معك ويعطوك كافة المعلومات ويجاوبوا على جميع الاستفسارات اللي موجودة عندك. الأمر الثالث اللي هو من خلال عملنا إيميل خاص لهذا البرنامج حتى نستقبل الإيميلات والاستفسارات والملاحظات من جميع زبائننا، وهذا الإيميل اللي هو ad-smeprogram@adib.com. نتمنى من الجميع انه يستفيدوا من هذه الفرصه اللي هي راح تساهم بشكل كبير في تنشيط في الحفاظ على استمراريه الشركات الاسم ايز في اماره ابو ظبي، وينشط هذا القطاع المهم والحيوي في الاماره وعلى مستوى الدوله. بالنهايه بحب اشكركم مره ثانيه لمشاركتكم لنا بهذا اليوم بهذا السيشن ويبينار، ونتمنى ان شاء الله انه نطل عليكم مرات ثانيه، وبنفس الوقت نتمنى انه طلتنا عليكم ان شاء الله تكون زي ما كنا سابقا نزوركم في اماكن عملكم في مكاتبكم وتزورونا في المكاتب في مكاتبنا خلال فتره قصيره جدا باذن الله. نتمنى السلامه والصحه للجميع وربنا يديم عليكم الصحه والعافيه باذن الله، وانا هلا حاضر وجاهز لاستقبل اي استفسار او ملاحظه من طرفكم. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. شكرا محمد على شرح ملخص البرنامج. باختصار الغرض من البرنامج هو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والعاملة في إمارة أبوظبي للحصول على المزيد من الحلول التمويلية لدعم وتنمية أعمالهم. ودلوقتي عشان خاطر نخلي الجلسة أكثر تفاعلية من فضلكم ابعتوا أسئلتكم في الجزء المخصص للأسئلة والأجوبة أدناه. هنحاول نجاوب على معظم الأسئلة، بس لو الوقت ما ساعدناش من فضلكم ابعتوا أسئلتكم على الإيميل المخصص لهذا البرنامج اللي هو هنقوله لكم في آخر الويبينار، او وانتم بتكتبوا السؤال من فضلكم بس اكتبوا الايميل ادرس بتاعكم عشان الزملاء يتواصلوا معاكم قريبا. طيب محمد،
قبل ما نبتدي ان احنا نجاوب الاسئله او نستقبل الاسئله، في سؤال مهم بيدور في بالي دلوقتي. ليه البرنامج دوت مهم لمصر في ابو ظبي الاسلامي، ولماذا التوقيت ده بالذات؟ اهلا محمد، شكرا الى كل جميع الحضور معنا اليوم، وان شاء الله نتمنى لهم السلامه دائما. البرنامج مهم لمصرف أبو ظبي الإسلامي، هو مهم بشكل عام، ولكن بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي زي ما بتعرفوا كثير معظم العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملين في دولة الإمارات يعرفوا أنه أبو ظبي الإسلامي من البنوك السباقة في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. إحنا برامج التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بدأنا فيها من عام 2008، ببدايات 2008، وكنا من السباقين في هذا المجال، وبالتالي هذا البرنامج هو تكمل لسلسلة والمبادرات الدعم والمساهمة في تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مصرف أبو ظبي الإسلامي. البرنامج اليوم أخذ شكل جديد، هذا البرنامج أخذ شكل جديد من أشكال الدعم اللي بيقدمه مصرف أبو ظبي الإسلامي، كونه إجا بشراكة استراتيجية ومهمة جدا مع حكومة أبو ظبي، اللي من خلالها بحكومة أبو ظبي بتقدم الدعم لغاية من خلال ضمان ائتماني لغاية 80% من مبلغ التمويل الممنوح، وبالتالي هذا الأمر بيعزز الدور اللي كان ممكن مصرف أبو ظبي الإسلامي أو حتى أي مصرف ثاني أو بنك ثاني في الدولة ممكن يلعبوا بالمساهمة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. فلهذا السبب أنا بعتقد هذا البرنامج جدا مهم، وراح يكون له دور حيوي ولاعب أساسي بالحفاظ على استمرارية ونشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة. الجانب الثاني اختيار التوقيت، هو التوقيت ممكن عجل، البرنامج المبادرة لهذا البرنامج موجودة سابقا من حكومة أبو ظبي، ولكن التوقيت الحالي والظروف الحالية ساعدت بتسريع العمل بهذا البرنامج ممكن، وبالتالي إن شاء الله أنه راح يكون له دور كبير في الحفاظ على الوضع الحالي لكثير من الشركات في الوضع الحالي، الحفاظ على استمراريتها ونشاطها بإذن الله إن شاء الله. طيب نبتدي نأخذ الأسئلة. السؤال الأول من أحد المشاركين، من هم العملاء المؤهلين للحصول على برنامج ضمان ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة من مصرف أبو ظبي الإسلامي؟ اوكي، سؤال ممتاز محمد. احنا بس النقطه اللي حابب اوضحها هون بانه هذا البرنامج خضوع العميل لانه يكون التمويل الممنوح للعميل تحت مظله هذا البرنامج او لا، ما راح يختلف اي شيء، وليس هناك اي متطلبات اضافيه او استثنائيه لهذا البرنامج. والاتفاقية الموقعة مع الحكومة كانت بتقتضي بأنه البنوك تطبق معاييرها وسياساتها وإجراءاتها في عمليات منح التمويل وكأنه تمويل عادي ممنوح من غير أي شروط إضافية أو استثناءات، بالعكس راح يكون في بعض المجالات قد يكون هناك نوع من التعاون بشكل أكبر من خلال مثلا التسعير، ممكن يكون أكيد التمويلات الممنوحة تحت مظلة هذا البرنامج راح تحصل على أسعار تفضيلية، ولكن إحنا بالمصرف راح نطبق السياسة نفسها والإجراءات نفسها المتعلقة بعملية منح التمويل، دراسة وضع العميل من حيث المتطلبات تاعتنا اللي هي عمر الشركة، توفر ميزانيات مدققة، شركة ربحية، الكاش فلو، التفاصيل الأخرى اللي بنمشي فيها من غير أي متطلبات إضافية أو استثنائية. ممتاز. سؤال آخر هنا، هل الشركات المناطق الحرة في أبو ظبي مشمولة بالبرنامج؟ نعم، جميع الشركات المسجلة والعاملة في إمارة أبو ظبي سواء كانت اللي بنسميها فري زون أو إنلاند، يعني والجزء الثاني إنلاند، وفي شيء بنسميه فري زون الحرة واللي داخل الإمارة، هذول النوعين من الشركات مشمولة بهذا البرنامج. نعم. ممتاز. ما هي المساعدات التي يمكن أن تقدم للشركات الصغيرة من قبلكم؟ احنا المساعدات اللي هي من خلال، احنا دائما بنركز على جانب معين، انه فعليا ما هدفنا الرئيسي انه فقط نمنح التمويل، احنا بنلعب دور
إلى حد ما بطريقة غير مباشرة قد يكون، اللي هو بنلعب دور الأدفايزري مع عملائنا. الدعم اليوم للشركات الصغيرة والمتوسطة ما بصير يقتصر فقط على منح التمويل، لأنه أحيانا قد يكون منح التمويل هو نوع من أنك بتدخل العميل في حلقة من الالتزامات اللي قد تكون ضد مصلحة النشاط التجاري لهذا العميل. كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، معظمها محمد والكل بيعرف، هي شركات إما عائلية أو شركات فردية تعتمد على رجل الوان مان شو. وبالتالي إحنا الدور الرئيسي اللي بنلعبه قبل عملية منح التمويل إنه فعلياً نوجه العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية عوامل كثير أساسية وجودها حتى تحافظ على استمرارية وديمومة نشاط الشركة، واللي هو أساساً مش فقط التمويل. التمويل هو مرحلة لاحقة في الغالب لأغراض التوسع ولمساعدة الشركة في ظروف صعبة، ولكن الشيء الرئيسي الشركة تكون عندها إدارة مالية سليمة. الإدارة المالية السليمة بتقدر توجه الشركة لأشكال التمويل المناسبة، لمبالغ التمويل اللي فعليا هي بحاجتها. الإدارة المالية المناسبة هي اللي بتكون عون وداعم لصاحب الشركة بأنه يعرف المبالغ التمويل اللي بدو اياها، الفترات اللي ممكن يتوسع والفترات اللي ممكن لا زي ما بنقولها يدعس بركات فيها. فبالتالي الخدمات بالاضافه الى التمويل احنا بنحاول نلعب دور رئيسي بانه نوجه كثير من الشركات والعملاء اللي عندنا للامور الاساسيه البيسكس اللي ممكن تخلي هذا النشاط الاس ام اي يتطور وينتقل للمراحل الأخرى، إنه يصير بمرحلة الكوميرشال ليفل أو لقدام إن شاء الله كوربريت ليفل بناء على أسس سليمة ومتينة. ممتاز. سؤال آخر من أحد المشاركين، عن تقديم أي معاملة لقسم الائتمان، هل يتم التعامل معها تحت هذا البرنامج أم يجب ذكر أنها في إمارة أبوظبي وأن نطلب أن يتعاملوا معها تحت هذا السياق؟ هلا المعاملة تحت هذا البرنامج زي ما حكينا انه يجب انها تكون الشركة مسجلة وعاملة في إمارة أبوظبي، وبالتالي اكيد احنا راح يكون هذا من الأسئلة الاولى اللي راح نسألها لأي شركة بتتقدم عنا، لانه من المتطلبات والمستندات الأساسية محمد شهادة التسجيل، الرخصة التجارية، عقد التأسيس، بنطلب معلومات بتظهر طبعا الشركة وين مسجلة ووين نشاطها. فبالتالي اكيد لازم يكون انه الشركه مسجله وعامله في اماره أبوظبي. نعم. الجزء الثاني من السؤال، يعني هل حصريا ده للشركات الصغيره المتوسطه؟ نعم. تعريف هون الشركات الصغيره والمتوسطه، كثير من احيانا تعريف الشركات الصغيره والمتوسطه بيختلف باختلاف المصرف او البنك اللي العميل بيتعامل معه. ضمن هذا البرنامج هما تم تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي راح تكون خاضعة على برنامج حكومة أبوظبي للضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بأنها هي الشركات اللي حجم مبيعاتها إيراداتها السنوية لغاية 150 مليون درهم. هذه الشركات اللي هي خاضعة على البرنامج. اليوم ما زاد عن 150 مليون درهم ممكن يتم النظر فيه إذا كانت الشركة حجم مبيعاتها أكثر من 150 مليون وأقل من 500 مليون، ولكن في هاي الحالة راح يتم النظر بهذول الشركات بشكل استثنائي وكل حالة على حدة. أوكي واضح. سؤال آخر هنا، إذا كانت الشركة متواجدة في دبي أو شمال أو الإمارات الشمالية وقامت في فتح فرع جديد في أبوظبي، فهل ينطبق عليها برنامج الدعم أم لا؟ الفرع يا محمد اللي موجود في أبوظبي، هو الشروط انه شركة مسجلة وعاملة، يعني الشرطين يجب انهم ينسجموا ويمشوا مع بعض بنفس الوقت. سجلت في أبوظبي تمام وعاملة في أبوظبي. اوكي، هلا في بعض الشركات ممكن يكون لها نشاطها الرئيسي هي في إمارة اخرى ولكن عندها فرع في إمارة أبوظبي. ان كان هذا الفرع له نشاط وعامل وعنده وضعه الموجود في أبوظبي ويحتاج للدعم، ممكن النظر فيه. نعم، للفرع الخاص في إمارة أبوظبي. إذا كانت الشركة متواجدة، إحنا عدناها تاني السؤال ده معلش معاد، كم نسبة التمويل
وما مدة التمويل بحد أقصى وبحد أدنى؟ الحد الأدنى ما في حد أدنى، لأنه الحد الأدنى هو مرتبط بالتمويل. خلينا أجاوب على السؤال بهذه الطريقة. التمويلات قد تكون تمويلات قصيرة الأجل وقد تكون تمويلات طويلة الأجل. التمويلات قصيرة الأجل عادة هي التمويلات اللي بنمنحها لغايات دعم وتمويل رأس المال العامل للشركات، وهذه التمويلات القصيرة الأجل ما إلها حد أدنى زي ما كنت أعرف، لأنها هي مرتبطة بدورة النقد والنشاط، دورة النشاط التجاري للعميل اللي بنسميها الكاش كونفرجن سايكل للعميل. وبالتالي ممكن تكون شهرين، ممكن تكون ثلاث، ممكن تكون خمسة ستة، بالغالب تصل بحد أقصى تمويل رأس المال العامل لغاية 9 أشهر، في حالات استثنائية ممكن تصل ل 12 ولكن قليلة جدا. فهذا بالنسبة للتمويل قصير الأجل. التمويل طويل الأجل ضمن اللي بيتم منحه تحت مظلة هذا البرنامج راح يكون الفترة القصوى لغاية 4 سنوات. واضح. السؤال الثاني هو، هل يتطلب هذا البرنامج التزام بعقود مع حكومة أبو ظبي، مع حكومة أبو ظبي ومع المصرف في نفس الوقت، ولا يعني هو بيسأل هنا عن العقود المصرف؟ واضح تمام. اليوم العلاقة حتى تكون أمور واضحة في هذا في التمويل هي زي أي علاقة أخرى للعميل مع المصرف، علاقته فقط بتعامله بمراسلاته بعقوده هي مع مصرف أبو ظبي الإسلامي فقط لا غير. والعلاقة ما بين مصرف أبو ظبي الإسلامي والجهة الضامنة الكفيل حكومة أبو ظبي إن تم الموافقة على إضافة كفالتهم لأي تمويل هي علاقة داخلية ما بين المصرف والحكومة، ولن يكون العميل طرف فيها، ولن يكون عنده حتى أنه يعني هذا الموضوع هو اتفاقية ما بين المصرف والحكومة راح تسهل عمليات المنح، ولكن العميل ليس طرف بأنه يوقع أي عقود أو أي علاقة مباشرة مع حكومة أبو ظبي أبدا. زي ما احنا قلنا هنحاول ان احنا نغطي جميع الأسئلة ونجاوب على جميع الأسئلة اللي هي بتجيلنا. في سؤال آخر هنا كمان من أحد المشاركين، إذا كان لدي تسهيلات حاليا مع المصرف وغير مضمونة أو غير مشمولة في البرنامج، هل يمكن ضمانها أو يعني إن إحنا تشمل تحت هذا البرنامج وزيادتها أيضا؟ أوكي سؤال كويس. هون بعض العملاء حتى الإخوان يكونوا عارفين بالنسبة لهذا البرنامج ممكن يتقدم لنا عميل جديد اللي بنسميه نيو تو بانك ما عنده أي علاقة مع مصرف أبو ظبي الإسلامي وتنطبق عليه الشروط ونطلب إنه يكون هذا التمويل تحت مظلة البرنامج وبالتالي يتم ضمانه ضمن البرنامج. هذه حالة. الحالة الأخرى بعض العملاء اللي قائمين موجودين في مصرف أبو ظبي الإسلامي واللي عندهم تسهيلات. هلا هدول العملاء هم أحد قدام أحد أمرين ممكن يكون الخيار بالنسبة لنا داخليا في البنك، إنه ممكن الإكسبوجر القائم التسهيلات القائمة لهذا العميل نطلب إنه يتم شمولها بمظلة البرنامج، هذا احتمال وارد. وممكن برضو إنه التسهيلات القائمة لا يتم شمولها بمظلة البرنامج، ولكن التمويل الجديد اللي ممكن يطلب العميل ممكن نمنحه تمويل إضافي زيادة على التسهيلات القائمة، وبالتالي التمويل الجديد يكون تحت مظلة البرنامج والتمويل القائم ليس تحت مظلة البرنامج. الاحتمالات قائمة وواردة بكل أشكالها، سواء لكامل التسهيلات جزء منها نعم ممكن. هل ممكن إعادة جدولة التمويل القائم حاليا ضمن برنامج الضمانات الائتمانية؟ هذا الموضوع طبعا برضو سؤال بالد. ممكن هذا الموضوع بيتطلب الدراسة الكاملة، ويجب أن يكون الموضوع واضح برضو للجهة الضامنة أنه هذا عملية إعادة جدولة للتمويل، وإذا تمت الموافقة عليه نعم ممكن. كيف يمكن تقديم التمويل الشركات التي مبيعاتها أقل من 10 ملايين، مع أنهم هذه الفئة هي التي تحتاج الدعم الأكثر من الشركات الكبيرة، أم الدعم أصلاً ليس للشركات الصغيرة كما أنه له كثير من المتطلبات وأوراق كثيرة؟ كيف ترد علينا وشكراً.
احنا حاليا برضو الاخ الملاحظه تاعته في محلها انه الشركات الصغيره اللي هي حجم مبيعاتها اقل من 10 ملايين هم كانوا من اكثر الشركات تاثرا في بالفتره الحاليه. ولهذا احنا في مصر ابو ظبي الاسلامي ممكن كثير من العملاء بيعرفوا انه بنبدا الحد الادنى لحجم المبيعات حتى يعتبر بالنسبه لنا شركات صغيره متوسطه بنبدا من 10 مليون درهم. وبالتالي الشركات اللي حجم مبيعاتها او الايرادات تاعتها اقل من 10 مليون كانت خارج يعني نطاق عملنا كاس ام ايز في مصر وابو ظبي الاسلامي. ولكن اليوم في ظل الظروف الحاليه احنا واصلين لمرحله متقدمه كثير وقريبا جدا ان شاء الله نقدر ان شاء الله نحكي للعملاء انه راح نعتمد فئه العملاء اللي حجم مبيعاتهم وايراداتهم اقل من 10 مليون لانهم يكونوا ضمن المجال اللي مصرف ابو ظبي الاسلامي بينظر فيه كشركات صغيره ومتوسطه. احنا في مراحلها النهائيه ولكن نحتاج نكمل الموافقات والترتيب آلية العمل. وراح تكون برضو بالنسبة للشق الثاني من السؤال انه في متطلبات كثير وريكويرمنتس كثير نظرنا في هذا الموضوع برضو وراح يكون المتطلبات لهذه الفئة من العملاء هذه الشريحة اقل من المتطلبات المطلوبة للعملاء اللي ضمن شرائح حجم مبيعات اكبر. والشيء الثاني اللي بأكده للعملاء انه هذا الشيء راح يتم نشره والتواصل مع عملائنا بخصوصه حتى يكون الكل عارف فيه. والمجموعه من العملاء اللي تواصلوا معنا وخبرناهم انه في الوقت الحالي ما بنقدر نمشي في التمويل كونه حجم المبيعات اقل من 10 مليون شبابنا احنا بنحتفظ بالريكورد تاعتهم ومجرد الموافقه على انه نمشي مع العملاء اللي بحجم مبيعات اقل من 10 مليون احنا راح نبادر ونتواصل مع هذول العملاء اللي خبرناهم سابقا انه ما بنقدر نشتغل معهم. ممتاز. فإنهم جاي وقريبا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ما هي القطاعات المسموح تمويلها؟ بشكل عام محمد معظم القطاعات اللي متوافقة مع أحكام الشريعة هي قطاعات متاحة وممكن التعامل معها. في عنا بعض القطاعات العدد محدود اللي ما بنتعامل فيها. ما بدي أدخل بذكر هالموضوع يعني بطول شرحه وتفاصيله كثير ولكن بقدر أحكي لك أكثر من معظم القطاعات اللي موجود اليوم بالنشاط الاقتصادي في الدولة هي مغطاة وبيغطيها مصرف أبو ظبي الإسلامي وقابل للتمويل وشبابنا مجرد التواصل معهم هم بيقدروا يعطوا كامل التفاصيل عن هذا الموضوع. ممتاز. في سؤال هنا بيقول Can we apply for loan over 3 years to finance our working capital؟ يعني ممكن التقدم بطلب للتمويل على 3 سنوات لضخ رأس المال العامل أو لتحسين رأس المال العامل. يعني إحنا أنا برأيي الشخصي وملاحظتي إنه أنا لا أؤيد أبدا هذا النوع وهذا جزء من السؤال. يمكن تاني سؤال سألتني يا محمد إنه بعض الإخوان سأل إنه كيف ممكن مصرف أبو ظبي الإسلامي يقدم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. لما قلت لك إنه بنعطي إحنا الأدفايزري بارت أو الفاينانشال أدفايزري أو الكريدت أدفايزري للعملاء هذا الخصوص هون هذا الجانب اللي برضو أنا بحب أكد عليه. أنا ضد هذا النوع من التمويلات. التمويل قصير الأجل يجب أنه يؤخذ لفترات قصيرة. التمويل رأس المال العامل يجب أنه يكون تمويله لفترات قصيرة ولكن تمويل رأس مال عامل لمدة 3 سنوات أنا لا أجد له أي مبرر. بيخلق نوع من الضعف من الكنترول والمتابعة سواء من الجهة اللي مانحة للتمويل أو من قبل العميل نفسه ما بيقدر يشوف آثار لو كان فيه لا سمح الله أي تراجع بالكاش فلو للعميل ما راح يقدر العميل يشوف أثر التراجع بالكاش فلو عليه لأنه عم بيسدد مبالغ بسيطة كل شهر واللي هي كان لازم تكون مبالغ أكبر لأنها مرتبطة بالكاش فلو. وبالتالي ما في ما يمنع أنك أنت تأخذ تمويل قصير الأجل لأغراض رأس المال العامل ولكن يكون هذا التمويل قصير الأجل دواء أنت بدل ما أوكي أنا بعطيك التمويل قصير الأجل لمدة 3 أشهر
بتسدده بترجع تستغل واحد ثاني، بتسدده بتستغل الثالث الرابع، فبالتالي ممكن على مدار انت 3 سنوات استغليت السقف الممنوح لك كل مره لمده 3 اشهر او 4 اشهر حسب دوره النقد عندك، حسب الدوره التشغيليه للنشاط عندك، ولكن ممكن تكون استغليته 12 مره 13 مره 10 مرات على حسب دورة النشاط التجاري، وهذه هي الطريقة الأسلم لكل الأطراف بأمانة. أوكي ممتاز. سؤال آخر هنا، هل إذا كانت الشركة عاملة في أبو ظبي ومسجلة لدى المصرف وتحتاج تمويل لفتح شركة جديدة، هل ممكن تمويلها؟ هلا هنا تمويل شركة جديدة محمد، إحنا التمويل اللي بنسميه الستارت أبس ما بندخل فيه. فهلا شركة عاملة وموجودة وعندها نشاطها في وين ما كان، سواء انه بإمارة أبو ظبي او غيرها، فيما يتعلق بفتح نشاط جديد لهذا احنا ما بنحبده ولا بندخل فيه. ولكن لنفترض اذا كانت الشركة فرضا هي عبارة عن مطعم وعماله بيفتح عنده فرع 2 3 4 وحب يفتح فرع إضافي، ولهذا نعم هذا ينظر فيه لأنه هذا هو امتداد وتوسع للنشاط القائم. ولكن مزيد. واحد عنده مثلاً مطعم وحابب يتوسع بده يفتح محل سوبر ماركت، لا هنا اللاين اوف بزنس كله والموديل بزنس موديل تبعه طبيعة النشاط اختلفت بالكامل، وبالتالي هذا الجانب احنا ما بندخل فيه ومش جزء من السكوب تبعنا. مظبوط. وفي جميع الاحوال لو هو عميل حالي لدينا، احنا عندنا خدمات تانية نقدر نقدمها زي مثلا اداره النقد وخدمات اخرى ممكن نساعده ان هو يبتدي ان هو يوصل للمرحله. صحيح، جميع الخدمات الاخرى انا هنا عم بنجاوب بتخيل الاسئله عم تيجينا بخصوص فيما يتعلق بالتمويل، ولكن مزبوط. اي خدمات عدا عن التمويل بالنسبه لهذا القطاع وبالنسبه لجميع العملاء بالعكس احنا عندنا كمية من المنتجات والخدمات الكبيرة جدا اللي بتخدم العملاء فيما يتعلق في مجال النقد، في الحوالات، الافكس، الديجيتال بانكينج محمد، الاوفيس بانكينج. احنا اليوم لسه او امبارح طلعنا في كامبين جديدة بالمصرف لدعم الشركات والعملاء بحيث انه بنقدر نحكي لهم اليوم يعني من فرصة انه نعرف العملاء انه وانت قاعد في بيتك في مكتبك في وين ما كنت من خلال الموبايل من خلال اللابتوب مختلف وسائل الديجيتال تقريبا اليوم تقدر انت تنجز بدون مبالغة 80% 85% من اعمالك وانت في بيتك او انت في مكتبك. فاصبح مصرف ابو ظبي الاسلامي ما بتحتاج توصل الفرع او مكاتب الموظفين، هو مصرف ابو ظبي الاسلامي اصبح اللوكيشن تبعه مكتبك او بيتك او موبايلك او وين ما كان. سؤال اخر هنا، هل هناك اي فرق في تطبيق هذا البرنامج بين البنوك الثلاثه المشاركه وما هو هذا الفرق؟ هلا ما هو هذا الفرق انا ما بقدر اجاوب على هذا الموضوع لكونه كل بنك له سياسته، وانا ما عندي اطلاع بصراحه على السياسات والاجراءات للبنوك الاخرى. لا اعتقد توقعاتي ما بعتقد يكون في فروقات كبيره، قد تكون في فروقات بسيطه عاديه ناجمه عن انه كل بنك بيطبق سياسته والاجراءات الخاصه فيه، بس كل بنك له سياسته حسب زي ما حكيت قبل انه بالاتفاق انه كل بنك يطبق سياسته ومعاييره الائتمانيه وبالتالي بيتقدم بالطلب للحكومه لشموله في ضمن البرنامج. فهل في اختلافات ولا لا؟ ما بقدر، العملاء هم اللي ممكن يحكموا مستقبلا. وكمان احنا المصرف الاسلامي الوحيد اللي تقريبا الموجود من 3 بنوك المشاركه، فده يمكن يدينا ادفانتج اكتر كمان. طيب هل تمنحوا فتره سماح بعد الموافقه على القيود الخاصه في ظل هذه الاوضاع الاقتصاديه والعالميه السائده؟ اكيد اكيد، موضوع فتره السماح هي جزء من الاليه وفترات السداد اللي بتكون مقترحه، وقد تكون في بعض الاحيان هي الانسب لبعض انواع التمويلات وبعض الظروف. فبالتالي الاخذ بعين الاعتبار فتره سماح اللي بنسميها الجريس بيريود عاده، يس هذا الامر قابل ووارد جدا اذا كانت الحاله مبرره. نعم. سؤال آخر هنا، إذا تم تزويدكم بالأوراق المطلوبة كاملة
كم من الوقت تحتاجون للموافقة؟ إذا تم تزويدنا بالأوراق كاملة كاملة إن شاء الله أسبوعين لثلاثة بتكون عندنا قرار، وإن شاء الله بيكون قرار إيجابي بإذن الله، بس تكون كاملة فعلا. هذه هي كلمة السر في موضوع الأوراق والمستندات، دائما بهمنا تكون كاملة. نعم. طيب سؤال آخر هنا، إذا كانت الحكومة سوف تمنح ضمانا على تسهيلات للبنك الذي سيطبق المعايير العادية الخاصة به على طلب تسهيلاته، فما هو الفرق إذا ما قمت بالتقدم بطلب الحصول على التسهيلات بشكل عادي من البنك مباشرة أو تحت برنامج ضمان ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما الفائدة التي سأكسبها من ذلك؟ اوكي، هلا محمد، احنا الهدف الرئيسي دائما في نقاشنا مع اي عميل وفي اي كيس والمعايير السليمه والصحيه لعمليه المنح هي انك تدرس في البدايه الكاش فلو والتدفقات النقديه للعميل ومدى موائمه التدفقات النقديه مع الالتزامات المترتبه على العميل. هذا الشيء يجب ان يكون هو النقاش النقطه الاولى في النقاش قبل ما ننتقل للحديث عن الضمانات اللي العميل بيقدمها، سواء العميل بيقدمها أو طرف ثالث ممكن يقدمها. وبالتالي إحنا البرنامج هذا هو الهدف منه إنه يشجع البنوك ويحمس البنوك لأنها تأخذ درجة من المخاطر ما كانت تأخذها سابقا بسبب وجود هذا الضمان. أوكي، ولكن لا يعني هذا الكلام إنه ما نغطي الدراسة الائتمانية المناسبة والسليمة، لأنه نحن برضو كجهة مانحة لما بنقدم شيء وبدنا طرف ثالث اللي هو حكومة أبوظبي هنا بدهم يضيفوا ضمانهم على هذا التمويل، إحنا مؤتمنين إنه نتأكد إنه فعلياً عم نمنح التمويل للجهة المستحقة، عم نمنح التمويل بالآلية الصحيحة بفترات السداد المناسبة بالأغراض اللي تتناسب مع النشاط والعمل. فهذا هو الغرض، وليس الغرض منها إنه نجمع أوراق كثير أو ناخذ وقت طويل في الدراسة والبحث والتحليل لأي طلب. وبالتالي عملية الدراسة والبحث والتحليل هي زي ما حكيت لك، نتأكد إنه الغرض صحيح لدعم النشاط، التدفقات النقدية مناسبة وممكن إنها تغطي الالتزامات المترتبة على العميل، وهذا الأمر راح يساهم في دعم النشاط ودعم الحركة الاقتصادية بشكل عام. في سؤال آخر من أحد المشاركين، هل يجب أن يكون لدى الشركة تسهيلات من المصرف حالياً؟ هذا جاوبنا عليه سابقا محمد، يمكن بنفس الإطار سؤال مختلف، إنه ممكن يكون الشركة عندها تسهيلات، وبالتالي ممكن الشركات القائمة حاليا تكون ممكن إنه يضاف لها الضمان، ممكن التسهيلات الحالية تضلها زي ما هي من غير ضمان، ولكن تسهيلات إضافية على هذه التسهيلات ممكن تضاف تحت مظلة الضمان. وممكن الشيء الثالث إنه الشركة ليس لها أي تعامل مع المصرف، شركة جديدة new to bank customer بنسميه، هذا العميل ممكن إنه يتقدم بطلب تمويل ويكون هذا التمويل الجديد تحت مظلة البرنامج. يعني هو باختصار العملاء الحاليين والجدد كمان. صحيح، تماما. طيب احنا بس عشان خاطر الوقت زي ما قلنا في الأول هناخد آخر سؤالين النهاردة، ولو في أي أسئلة لسه ما تجاوبتش النهاردة من فضلكم ابعتوها على الإيميل المخصص للبرنامج أو اكتبوا بس الإيميل أدرس مع السؤال عشان خاطر حد يتواصل معكم. السؤال قبل الأخير اللي هو إذا لم تنطبق على شروط المصرف أو إذا لم تنطبق علي شروط المصرف، هل ممكن أن يقبل المصرف أي استثناءات؟ الاستثناءات تأخذ بعين الاعتبار محمد أكيد، وفي عنا حالات كثيرة تم الموافقة عليها باستثناءات، ولكن استثناءات يجب أنها تكون استثناءات معقولة ومقبولة ومحدودة. يعني في آلية إحنا حطيناها بدنا نشتغل عليها، يعني في بعض الحالات أحيانا تجينا ممكن يكون في بالكيس 6-7 استثناءات، فبالتالي هاي الحالات ممكن تكون صعبة، ولكن مبدأ الاستثناء الإكسبشنز في بعض الموافقات في بعض الحالات نعم. وزي ما بحكي لك هو الدراسة المتكاملة لوضع العميل هي اللي بتلعب دور، لأنه أحياناً أنت بيكون في عندك استثناء في جانب معين ولكن في جوانب أخرى كثير
تبرر هذا الاستثناء وبتبرر وبتوضح انه قد يكون الاستثناء هو مستقبلا راح يكون شيء ايجابي للعميل. اوكي، هذه الامور كلها تؤخذ بعين الاعتبار يس، ولكن استثناءات وارده وقد نوافق على بعض التمويلات باستثناءات. نعم. السؤال الاخير النهارده، الشيكات المرتجعه في هذه الفتره تؤثر على التمويل، فكيف يتم التعامل مع هذه المشكله؟ لا لا، هذا الموضوع احنا بناخذه تماما بعين الاعتبار، موضوع الشيكات المرتجعه محمد، موضوع حتى الباس ديوز او المبالغ المستحقه بننظر فيها، مين القطاع اللي بيعمل فيه العميل، النشاط تبعه، اذا كانت هذه الامور فعليا احنا عم بنشوف انه اسباب الشيكات المرتجعه هي نتيجه الوضع الحالي والظرف الحالي، فاكيد هذا الامر مبرر. وبالعكس احنا احد الاسباب الرئيسيه انه لتعجيل موضوع هذا البرنامج وطرحه بالفتره الحاليه، وانه عم بنشجع العملاء اللي يتقدموا له، عرفت علي، اللي هو هذه الاسباب، هو الظروف الحاليه اللي اثرت على الكاش فلو تبع العملاء، وبالتالي تاثر بنتيجته موضوع القدره على الوفاء بالالتزامات واللي منها الشيكات، القدره على سداد التمويلات في مواعيدها، هذه كلها تاثرت، وبالتالي كل هذه الامور ماخذينها بعين الاعتبار ولن ينظر اليها بشكل سلبي طالما انها هي نتيجه الظرف والوضع الحالي للجميع بمر فيه. بمناسبة سيتم إرسال نسخة مسجلة من هذه الجلسة على بريدكم الإلكتروني المسجل لدى المصرف، بالإضافة إلى رابط استطلاع لمعرفة رأيكم في الجلسة. شكرا محمد، والمعرفة المزيد عن الحلول التمويلية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من مصرف أبوظبي الإسلامي، يرجى الاتصال بالمدير العلاقات الخاص بكم أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف أبوظبي الإسلامي أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لهذا البرنامج اللي هو ad-smeprogram@adib.com. محمد سالم، شكراً. شكرا على وقتك، وشكرا على عرض الملخص البرنامج. شكرا لك وشكرا لجميع الحضور معنا، شكرا جزيلا. اخيرا حابب اشكر جميع المشاركين اللي انضموا لينا النهارده واللي خلوا الجلسه اكثر تفاعل باسئلتهم، وبالتالي احنا نتطلع ان احنا نراكم قريبا في فعاليات قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، السلام عليكم.